دلوقتي مشاهدينا خلونا نتابع معاكم أبرز وأهم الأخبار والأحداث المقرر حدوثها اليوم واللي هنستعرضها مع حضراتكم في سياق التقرير اللي جاي. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيستقبل مطار مرسى علم الدولي 157 رحلة طيران دولية على مدار الأسبوع، بواقع ارتفاع معدلات الرحلات 6 رحلات عن الأسبوع الماضي بتصل من اليوم حتى الجمعة المقبلة، وبيتم تسهيل الإجراءات للوافدين من الدول المختلفة ونقلهم للفنادق المختلفة للاستمتاع بأجازتهم. لعشاء الكرة الإنجليزية موعدهم النهاردة مع 7 مباريات قوية في إطار الجولة الثامنة من عمر المسابقة، من أهمها مباراة توتنهام مع ويست هام في تمام الساعة 2:30 ظهراً، ومباراة مانشستر يونايتد مع برنتفورد في تمام الساعة 5:00، وبرنموث مع أرسنال في تمام الساعة 7:30 مساءً. لعشاء الدوري الألماني موعدهم كمان النهاردة مع 6 مباريات قوية في إطار الجولة 7 من عمر المسابقة، من أهمها مباراة إنتراخت فرانكفورت مع بايرن ليفركوزن في تمام الساعة 7:30 عصراً، ومباراة بايرن ميونخ مع شتوتغارت في تمام 7:30 مساء. أما عشاء الكرة الأسبانية فموعدهم كمان النهاردة مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة 10 من عمر المسابقة، هيلتقي أتلتيك بلباو مع إسبانيول في تمام 3:00 عصراً، في 5:15 مساء هيلتقي أوساسونا مع ريال بيتس، وفي 7:30 مساء هيلتقي جيرونا مع ريال سوسيداد، وفي 10:00 ليلاً هيلتقي ريال مدريد مع سيلتا فيجو.